موجودين معنا هنا في الكونفرنس دو بريس افو ماتش بين الترجي والرجاء. بطبيعة الحال نعرفوا منافسنا الرجاء قاعد المدة هذه الكل يقدم في مردود طيب، خاصة معناها على مستوى الشامبيونز ليج قاعد رجع بقوة. هو معناها الثاني في المجموعة نتاعنا، تعرف باش يجي لتونس باش يكون متأكد باش يكون فما ردة فعل من المنافس، ولكن بالنسبة لي احنا مباراة غدوة ان شاء الله معناها نقطة تكفينا باش نكملوا من ترشحوا معناها وفي المرتبة الأولى. دونك نتصور البريسيون هي على الفريق المنافس مش على بلادنا احنا. احنا ان شاء الله نكونوا نلعبوا كورتنا اللي مستانسين نلعبها، ونكونوا حاضرين كما يلزم امام الجماهير نتاعنا ان شاء الله تكون موجودة بعدد غفيرة وتساند الفريق نتاعها كما عودتنا في المباريات الكبيرة وفي المناسبات اللي فاتت الكل. ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله معناها الاوبجيكتيف نتاعنا هو اهم شيء نترشحوا للدور معناها ربع نهائي وأخف الأضرار. تعرف اللي الماراثون تاع المقابلات اللي تعدات واللي جايين قدامنا عديد المباريات اللي يخلونا نستحوضوا على الفكتيف نتاعنا وإيونجير الفكتيف، نحاولوا معناها نعملوا التورنوفر ونستحفظوا على صحة اللاعبين نتاعنا باش نخلطوا إن شاء الله الأهداف نتاعنا الكل واللاعبين نتاعنا إن شاء الله نجموا معناها نعاولوا عليهم ونجموا نلقاهم في المقابلات الكل إن شاء الله. ديبلاسمون زاد الجزائر مش سهل على ارضيه صناعيه، تعرف اللي بعد كيف ندخلوا في سيكل واحد اخر معناها بين البطوله وبين الفينال تاع السوبر كوب. هذي هذوما الكل مواعيد ماهيش سهله، دونك ان شاء الله مباراه غدوه تخلينا الوقت باش نجموا ندوروا الافكتيف. تعرف لعبنا توا يمكن اربع او خمسه مباريات وبريسك خلي نقول 95 90% بنفس التشكيله. دونك ان شاء الله مباراه غدوه تسهل لنا المباراه نتاع الجزائر باش نجموا ندوروا فيها الافكتيف ونخليوا اللاعبين نتاعنا الكل معناها في صحه جيده باش نجموا نخلطوا للسيكل الجاي ان شاء الله. اي رجاء نعرفها مليح، اللي كما قلت انت قابلنا عديد المرات مع الرجاء، فريق بين مباراه نتاع الذهاب ومباراه العوده الفريق معناها تحسن برشا. شفناه لعب مقابلات على مستوى عالي في رابطة الأبطال، عنده لاعبين اللي نزادوا وربما سمعنا ليزيكو يمكن ضربوا ولا 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 يعني فما لاعب بركة اللي هو سسبوندي ولا خلوخين ما عادش اسكو ضربوا ولا لا، ولكن عندهم لاعب الحفيدي اللي رجع من الإصابة باش يعطي توش تكنيك أكثر لوسط الميدان. الحقيقة لاعب متميز نعرفوه شفناه كل ما يكون موجود كل ما يعطي معناها اللمسه الفنيه لوسط الميدان ويعطي اكثر معناها توازن خاصه على مستوى معناها على مستوى تكوين الهجمه وعلى مستوى الهجمات المرتده. عنده توش تكنيك كبيره برشا، دونك الفريق قاعد يتقوى من المباراه الاخرى. دونك مش تكون مباراه مغايره، ولكن بالنسبه لي احنا كما قلت لك الضغط الكبير مش مسلط علينا احنا، مسلط على فريق الرجاء لانه تعرف احنا في بلادنا ما مشاهينا ان شاء الله نقطه تكفينا باش نجموا نتاهلوا في المركز الاول ان شاء الله. احنا مانيش داخلين باش نبحثوا عن نقطه باش نلعبوا لعبنا قلت لك، ولكن حبيت نقول لك يعني في الاحوال الكل نقطه تكفينا، في الاحوال الكل نقطه تكفينا بطبيعه الحال، لكن باش نلعبوا اللعب نتاعنا الترجي التونسي كوسوسوا خارج الميدان او داخل الميدان ديما شفتوا معناها طريقه اللعب ما تتبدلش، ديما نحاولوا نلعبوا على نقاط القوه نتاعنا نصنعوا احنا اللعب احنا وندومين معناها الادفيرسير. هذيك حاجه من نقاط القوه نتاع الترجي التونسي، مش نجيو اليوم نبدلوها على خاطر نقطه تكفينا باش نترشحوا، باش نلعبوا اللعب نتاعنا، ولكن اذا فزنا بطبيعه الحال هذاك اللي هو في مخخ اللاعبين كل مباراه لازم نفوزوا فيها، ولكن الضغط كما قلت لك يخف شويه لو كان ديما في اذهان اللاعبين لو كان عندنا نقطه باش نترشحوا. هذاك الشيء اللي قلت لك ديما خلانا احنا امام الرجاء اللي هي مطالبه اكثر بثلاث نقاط بالنسبه لنا احنا باش نلعبوا مباراه نتاعنا. كان ربحنا بطبيعه الحال هذاك ما فيش شك معناها احسن الاحوال كنا ناخذوا ثلاث نقاط، ولكن نقطه كذلك كما قلت لك تكفينا لنجموا نترشحوا بها للدور ربع النهائي. والله صحيح، وهل انت ديما عندك اسئله نتاع نقاط تكتيكيه بحته مش من توا من قبل، ولكن نوعا ما في الكونتكست هذاك باش يتعدى الماتش نوعا ما حسب ما تصورنا احنا. واهم شيء نحن كاطار فني نلقاو الحلول كل سوا مع فريق يجي يلعب بلوك با ويدافع كما مع فريق ينجم يجي يهاجمك ويطلع الفوق اذا احنا نلقاو الحلول. بالنسبه لللاعبين الجدد بطبيعه الحال
نضفنا معناها اللاعبين اللي تعرفوهم اللي جاوا جد حطيناهم في الليست معناها افريكان، دونك ان شاء الله باش نشوفوا منهم على اقل لاعب موجود غدوه في مباراه غدوه ان شاء الله. صحيح صحيح مباراة تكتيكية بحتة، هذه هي الكلمة الصحيحة، مباراة تكتيكية بحتة. ربما أنت قلت نقطة مهمة، ما هيش نفس المباراة الأولى اللي لعبناها، صحيح ما هيش نفس المباراة الأولى، فريق الرجاء تغير كثير في اللعب نتاعه، وشفناه المباريات اللي في كأس الأبطال الكل كنا تابعناهم، المباراة اللي تلعبت عندها يومين الفريق الرجاء ربما 80% كله فريق ثاني، كنا تبعنا المباراة وشفناها، معناها يمكن فما ثلاثة عناصر أو أربعة عناصر من الفريق الأول هو اللي معناها دخلوا في المباراة، ولكن مدرب بدل الفريق بوجهة 80%، دونك ما عرف كيفاش يبدل الفريق نتاعو، مش تكون لاعبين مرهقين، مش نلقاو لاعبين مرهقين، بالعكس مش نلقاو لاعبين عندهم فريشور، ولكن مش تكون مباراة تكتيكية كما قلت أنت، وأهم شيء بالنسبة لنا احنا اللي نكملوا في الوجه نتاعنا اللي نحن قاعدين نقدموا فيه توا تيلة الشامبيونز ليغ هذه الكل، ضد فريق اللي نعتبروه مهم ومحترم ومحترم جدا فريق الرجاء. قاعد يتطور مباراة أخرى، قاعدين نشوفوا فيه في المستوى نتاعو قاعد يتحسن كل مباراة، دونك باش تكون مباراة صعيبة، مباراة تكتيكية، ولكن كما قلت لك أمام الجماهير نتاعنا إن شاء الله معناها ربي يوفقنا ونقوموا مباراة ممتازة، وإن شاء الله علاش لا ننتصر إن شاء الله. مع الفرق المغاربية خاصة على الميدان نتاعهم ونقوموا مباراة كبيرة، في تونس ربما الأمور ما تمشيش بالكدا، ولكن إن شاء الله غدوة يكون الانطلاقة نتاعنا إحنا باش نجم نكسروا القاعدة هذيا، وأمام الجماهير نتاعنا اللي غدوة باش تكون معناها غفيرة إن شاء الله بالمساندة نتاعهم وبالوقفة نتاعهم، نحاولوا معناها نفوزوا بالمباراة نتاعنا ونقوموا بنتيجة إيجابية باش نجموا نترشحوا في المركز الأول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، الأندية المغربية والفرق التونسية هو ديربي، نقربوا لبعضنا برشا في اللعب، ثم نضج تكتيكي كبير، أهم حاجة هي اللي شفتها في الأندية المغربية الميتريس تكنيك نتاع طالب ديكيب ماروكان، هذا الامتياز اللي يمتازوا به، ونحن لازم نقرأ كل كبيرة وصغيرة. شفنا فريق الرجاء في مباراة الذهاب، فريق ما لازمكش تخليه يلعب برشا كرة في ساقيه، خاطر سي ايكيب تكنيك، وأي مساحة تخليها لهم ينجموا يصنعوا لك الفارق. تعدل السؤال الثاني، حصل لي شرف اللي لعبت مع هشام بوشروان وقت مازلت كي طلعت، كنت ألعب أنا ظهير أيسر وهو يلعب قدامي، ساق يسرى تحفونا برشا مزيانة برشا، اللي برشا مرات هي اللي حلت لنا المشكل، والمباراة اللي تقعد في البال التراجين الكل، وحتى هشام زاد هي مباراة نهائي ضد النجم الرياضي الساحلي، دونك إن شاء الله ربي معاه، مش غدوة بيان سور، غدوة نتصر عليه في البقية إن شاء الله، نتمنى له حظ كبير. بيان سور توا نحن في ديناميكية باهية، قاعدين نتعتاو بدي مومون باهيين، لازم نقعدوا في النسق هذا، أهم حاجة كي نهبطوا على الميدان نحاولوا باش نبعدوا على حسابات نتاع النقطة والتفنيقات، كل واحد يعمل اللي يلزمه يعمله على الميدان تاع الانتصار والنتيجة الإيجابية تجي وحدها، وإن شاء الله بحول الله غدوة نحاولوا نحسموا الترشح، وباش ننجموا فما بعض الجوارات اللي تعبوا في المدة الأخرى بالماتشوات ورا بعضهم وماتشوات مهمين، دونك إن شاء الله غدوة نحسموا الترشح ونكملوا نخدموا إن شاء الله بأكثر راحة وأكثر ثقة في النفس.